هاي مشاهدينا، مكملين معكم ام تي في الايف، وصار وقت فكره باتس مثل كل تنين. اليوم الموضوع شوي عم نحكي لان خصه بالموسم وخصه بالطقس، اللي هو تيكس اند فليز، او بدنا نقول برغوت والفقوس اللي بيطلعوا عند الكلاب، والبسينات كمان اوقات بيلقطوهم. شو هن الطرق اللي نقدر نعملها كرمال ما نتجنب انه يلقطوا البرغوت؟ شو الادويه اللي لازم تاخذها؟ شو القصص اللي لازم تنعمل بهذا الوقت بهذا الطقس؟ واكيد كل الاشياء اللي لازم نعرفها عن غيار الطقس. معي تريسي عطله اليوم اللي هي رح تخبرنا وتعطينا كل المعلومات اللي خاصه بهذا الموضوع. هاي تريسي. هاي بامالا، كيفك اليوم؟ انت موسم برغوت هلا وفاقوس، يعني التكس والفليز هن الاشياء اللي بتجي بتعلق بالكلاب. هلا عم تقطع صورتهم، منن احلى شيء معقول نشوفه، بس اكيد لازم نعرف شكلهم لنعرف اذا في حال شفنا عند الكلب او البسينه، البسينه كمان بتلقط اكيد ذات الشيء، اذا شفناه هون شو لازم نعمل وهاو تو افويد ذيم، وهن اكثر شيء وين بتلقطوا على الطريق وقت يكون في حشيش. انه مش هلا بس موسم، وكل السنه عندنا موسم فقوس وبرغوت، بس لانه هلا الكلاب اكثر بيطلعوا لبرا بيقطعوا بيقضوا وقت بالطبيعه اكثر، فهن برون انه يلقطوا فقوس والبرغوت اكثر. اللي حيفرقنا عنهم هو البرغوت حيكون حشره صغيره بس نشوفها بالفرو تبع الكلب او البسينه بتكون كثير سريعه. اوكي، تقطع على السريع. تقطع على السريع، ما بتموت بسرعه. ما بتموت بسرعه. ايه اختك، بتيجي اوقات شي عالم بتلقطيها بتجي بتجربي لتقتليها بتلاقيها ما بتموت. بس بتموت بالدواء اللي نعطيه للباتس. اوكي، الفقوس اوقات بيجوا الاونرز بيقولوا لنا شفت حبه وفجاه كبرت، اذا بينتبهوا شوي بيلاقوا انه عندها اجرين وايدين وهي حشره، هي منها حبه. اللي هي ايه. اوكي، وهي بتعيش من وراء الدم تبع الكلب او البسينه تبعنا. الفقوس مشكله انه في يكون لاقيت دي بارازيت انترن او دي فيروس او دي بكتيريا، هدول بس يجي عم بمص الدم تبع البسينه والكلب بينقلنا اياهم للحيوانات. اوكي، بصير عندنا مشاكل مثل بابيزيوز، اريشيوز، هدول امراض كثير صعب يشفوا منهم الحيوانات بلا علاج. اوكي. اوكي؟ فتنقدر نكون عم نخفف من المشاكل، لازم نكون عم نعطي علاج على القليله ديورينج الشوب او الصيف. لا، يعني نحن اول ما بنحس انه الطقس عم بيتغير، وكل ما نحس انه بلش الشب الطقس يحمى شوي، يعني خاصه على الربيع وقت يبلشوا يطلعوا الورود، وقت يكون يبلش الحشيش يطلع بالاراضي، هون بدنا ننتبه اكثر من السقعه، لانه هون بتكونوا عندنا معرضين انه يلقطوا هذا الشيء اكثر بالشوب. طيب هلا كنت عم بتقولي عن اللي بيعمل حبه، هو الفقوس ولا البرغوت؟ الفقوس. الفقوس بيعمل حبه، هو اللي قطعت صورته اللي شكله مثل الكرتيله 100%، اللي عنده اجرين، هو بفوت على بيلقط، مش دغري بيعمل حبه، هيدا هو 100%، هيدا بفوت على جلده الحيوان وبفوت فيها بتلقط بالجلده، وهو بيتحول لحبه اللي بيكون عم تمص الدم. بس يمص الدم بيعبي دم جواته. أوكي. بتحول من ستاد لستاد، لانه الباتس اللي هن الكلاب وبسينات هن اوت انترميديير. اوكي، تيقدر يتحول من ناف اللي هي مثل لارف لادولت بده يقطع بالبسينه او الكلب. اوكي. اوكي، وانا هون بدي اقول للاونرز انه ما يشيلوا الفقوس، اذا شافوا فقوس ما يجوا يشيلوها. أوكي. لانه تمه بضل معلق بالجلده وبيعملنا التهاب لبعدين. يعني ما نفكروا انه اذا في عالم كمان بتشوف الحبه دغري بتشيل بيقبعوها، نفكر انه نحن تخلصنا منها، بس هي فيها تكون انه الراس بعده علقان جوا. شو هي طريقه العلاج للفقوس والتكس؟ هي ذاتها يعني الدواء هو ذاته يستعمل للكلاب؟ اجمالا عندنا ثلاث انواع ادويه. السبراي بنرشه على الكلاب والبسينات. أوكي. بس مهم نعرف انه ما نرشه على عيونه وعلى التم وعلى المنخار، يعني ما لازم نقرب على الوجه ابدا، من الرقبه ونزول 100%. عندنا الامبول بدنا نحطها على الكتف بين الكتف، لانه هيدا المحل الوحيد اللي ما بيقدر يوصل له الحيوان، بنبعد الشعر وبنحط الامبول. وكيف وقت تحطي، هذا سؤال على طول بساله، وقت تحطي الدواء على الرقبه من ورا كيف بتقدر تكوني عم تحمي كل الجسم وهو بس عم ينحط على الرقبه؟ هو ما بيشتغل بس لوكالمون، من بس نحطه او نرشه على الحيوان بيعمل ابسوربسيون بقلب الجلد وبيروح على الدم. بس يروح على الدم بيجي الفقوس والبرغوت بيعقصوا للحيوان وبيموت. هون لازم نشدد انه الاونر بس يحط دواء ما يفكر انه هيدا الدواء ريبلسيف، انه ما حيجي بقى برغوت وفقوس على بدنا نضل ننتبه، بدنا نضل ننتبه. اذا اجى البرغوت او الفقوس وعقصه بس يعقصه ويشرب من الدم تبعه ساعتها بيموت. اوكي. اوكي، سو نحن بعدنا معرضين انه يكون، مش انه هذا الشيء رشيناه نفكر انه نحن خلص خلصنا من هذه المشكله، نتخلص بس انه معقول نشوف هالتيك او البيوس موجودين، اذا كانوا موجودين لازم نعرف انه حيكونوا عم بيموتوا. اوكي، وفي كمان زياده الحبه، في الحبه بتنعطى للكلاب
كمان بتشتغل على الفقوس والبرغوث. والافضل نكون نحن مره عم نعطي الحبه مره عم نعطي امبول كرمال نغير بالموليكيول تما يصير عندنا ريزيستانس. لما تقولي مره عن مره يعني زيت الوقت ولا على السيزن؟ لا يعني هي الامبول او الحبه اجمالا بتضاين على فتره شهر. اوكي. فاول ما نحط مره نحط امبول مره نحط مره نحط نعطي الحبه كرمال نكون عم نغطي مظبوط كرمال عم نعمل روتاسيون بالموليكيول. هذا الشيء لازم ينعمل شهري 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 يعني نحن كل شهر مجبورين نعطي كلبنا ولبسينه كمان بس لبسينه معرضه يمكن اقل لانه ما بتمشي برا مثل الكلب. مش مزبوط هيك العالم بيفكروا انه انا البات تبعي موجود بقلب البيت يعني هو منه معرض يلقط فليز او تيكس بس نحن بس نكون عم نظهر برا ونفوت على قلب البيت بالشوز تبعنا بيعلق اللارفا تبعهم او البيض تبعهم بيجوا بيعيشوا على قلب هالقد شغله دقيقه هالقد شغله دقيقه. يعني نحن هلا شو انت اذا بتفكري تريسي يعني نحن اليوم من بعد ما نظهر نمشي الكلب ونرجع نفوت على البيت لازم بهذا الموسم على طول نشوف نطلع او نمشي شو هو لازم اول شيء بس لازم نعرفه انه البرغوث برغوت الوحده بتبيض من 40 ل 50 بيضه بالنهار يعني بكم يوم في يصير عندنا انفستاسيون مش طبيعيه على ذات الحيوان لازم نعمله اول شيء لازم نكون عم نحممه بلاش تحك على السيره لازم ننتبه ما يكون في محلات شعر معلكج أوكي. يعني لازم نمشط مشيت نقص شعر بس ما لازم نحلق بدنا ننتبه خصوصا كمان هذا موضوع بدنا نعلق عليه انه وقتها بدنا ناخذ هو هلا ترم انه ينقص شوي من الشعر ينقص شوي يترتب الشعر نحن مش مع جز يعني مش ما بنروح لانه هلا شوب بنروح بنقول كلبنا انه بده يشوي بخليه بورد لانه الكلب هو وبره اللي بيعدل له حراره جسمه فبليز ما تروحوا تجزوا حيلا محل بتروحوا لعنده عرفوا وين عم بتروحوا ومين عم بيقص لانه في عالم ما عندها خبره وخاصه بهالايام تريسي كثير عم نتعرض لهالمشكله انه بتحس الستاف عم بيكون ناقص الاشخاص لانه للاسف ثلاث ارباع سافرت فعم يجيبوا حيلا بس الستاف تا يشتغل وما عم بيكون عنده خبره فعمله معروف وقتها تروحوا تقصوا شعر كلبكم او حتى تحمموا او حيلا شيء نكون عارفين مين عم بيكون مستلم الكلب لانه عم بيصير في كوارث عن جد عم نشوف قصص كثير غلط عم بتصير بهذا الناحيه من قصه قص الشعر او الحمام بفوت مي على دينان الكلب بيعمل اوتيت في عنا في هدف بدنا ننتبه خصوصا في كلاب مثل البوميرانيان مثل الجي عندهم اندر كوت هيدا اذا انحلقت ما بيعود يطلع الشعر صح يعني لازم يكون عم نحل عم نقص ماكسيموم نترك 1 سنتيمتر مش اكثر من هيك مش نجز على الصفر وكمان مش اذا قصينا الشعر يعني ما رح يلقطوا برغوث ويلقطوا فليس واكيد اذا قصينا الشعر مش يعني بورد الكلب كل هول نظريات منا مزبوطه فنحن ضروري على طول نكون عارفين نكون اوير شو عم نعمل فيه للكلب او اللي عندنا او لبسينه طب اليوم بدي اسالك تريسي وقتها تحطي نرجع على موضوع السبراي والدواء اليوم وقتها بتحطي السبراي او الدواء الحمام لازم يصير من بعد ولا قبل هلا اذا اخذينه عند محل وعم بنشفوه منيح على السشوار عم بنشف جلده منيح فينا من بعدها نقدر نحط امبول بس اذا نحن بالبيت حممناه وضل رطب الكلب بدنا ننطر مينيموم 5 ايام ل 7 ايام تنرجع نحط امبول اوكي وبس نحط الامبول كمان لازم ننطر ما نحمي من بعدها بعد لجمعه على مراحل تنحطيه ولا لا تصدق كلها سوا هلا هيدي المشكله ما عندنا اياها مع الحبه الحبه فينا نعطيها وبيبلع دغري وفينا نحميها شو بتفرق دغري. اليوم وقت بده يروح شخص ياخذ يجيب شيء لكلبه في عنا ثلاثه مثل ما قلت سبراي وامبول وحبه كيف اليوم واحد بيعرف شو بده يحط شو بده ينقي ولا حسب نوع الكلب فينا نحطه لكلاب حجمه او بسينات حجمه صغار لانه نحن بدنا نحط تقريبا 10 رشات بالكيلو أوكي. إذا عندنا كلب كبير مثل البرجي بدنا نقعد كل نهار عم نفضي عليه ونرش عليه فأحسن نروح عنا نحط أمبول أو حبة يعني ليش مفرد مرة واحد بيعطي حبة بتخلص من القصة كلها لأنه ما لازم نضلنا عم نعطي زيت الموليكيول أحسن ما يصير عنا ريزيستانس مناعة بيصير عنده مناعة على البرغوث وبطل يموت أوكي. كل مرة منحط شيء تنضلنا عم نعمل روتاسيون بس كمان شهري يعني انا كنت مفكره انه سيزونال يعني اول شتويه هلا بالشتويه بتخف الخبريه بس ما بتروح يعني في اوقات بنضلنا عم نشوف برغوث او فاقوس اوكي طيب هيدي تو افويد في حال صار في برغوث وفاقوس هي الامبول والحبه هن دواء علاج وللبريفونسيون هو ذاته بتستعمليه 100% يعني رح تستعمليه قبل هو ذاته بتستعمليه في حال رجع بين واكيد الوقايه احسن من الف علاج فتكون عم نحط سيزونال وكل شهر احسن ما نكون عم نعالج الموضوع لانه البرغوث او الفاقوس معقول يعملوا لنا عقصه صغيره معقول يعملوا لنا الرجي كبيره بالحيوان معقول نوصل تيعمل انيميا كبيره للحيوان يلحل لا بينتقلوا شيء للانسان يعني الاونرز معقول اليوم اذا في عنده برغوث بتحسي لانه انا بعرف انه البرغوث حتى بيعقص جلدنا نحن العالم البرغوث بيعقصنا قلنا
بيعقصنا مثل البرغشه، بس بدنا نعرف انه ما بيعيش علينا. اوقات بيجي الاونر بيقول لنا انه خايف يكون في بشعره برغوت، ما يخافوا، ما بيعيشوا، ما بيفقسوا علينا، بدهم مليو فافورابل. ما مثل الامل يعني اللي بيربى بالشعر، وبده مليو فافورابل هو المليو تبع الوبر تبع الحيوانات. أوكي. بس بده يعرف انه معقول يعقصنا وينزل عنا، ومعقول محل بس يكون بايض على الجل الحيوان والحيوان نام على الصوفة او على السجاده ينزلوا البيض بقلب البيت. اوكي، بقلب الفورنيتور. يعني هيدي مشكله كثير كبيره تعالي بتفكري فيها. واحد بفكر هيك انه برغوته يعني مرش له سبراي بيمشي الحال، بس هي اذا بتفكري فيها يعني بروسيجر، اتس هول بروسيجر لازم واحد ينتبه عليها. يعني الواحد بده يعمل بريفنشن قبل كرمال لما يوصل لكل هيدا. يوصل لمشاكل. ايه، وحتى هلا يعني لفتينا نظرنا على شغله انه حتى نحن بالشوز بنقدر نجيبهم نفوتهم على البيت. يعني هيدا مشكله كثير كبيره كمان، خاصه اذا عندك اولاد، ولد بيبي بورن عم بدبدب او انه في كونتاكت على الارض او بيقعد على الارض بيلعب، فهول كلهم قصص صغيره، تفاصيل صغيره واحد ما بيفكر فيها، بس لازم نكون نحن عم ننتبه. مشان هيك نكون مركزين على اذا عملنا جرومينج مزبوط، ما خلينا الوبر المكبتل محل ما بيبيض اكثر شيء البيت تبع البرغوت، ضلينا عم مشطه مزبوط، عم تمشيط كثير مهم. اكيد تمشيط، لانه بحس حتى الواحد اذا واحد مش عارف انه كلبه عنده برغوت على التمشيط ببين علينا. وفي شغله انه عندك وبر غامق، الوبر الغامق ما فيك دغري تلقط عليه البرغوت، اما الوبر الفاتح ببين اكثر. واكيد بحبوا الشعر الطويل البرغوت، يعني كل ما يكون الكلب شعره اكبر كل ما يكون البرغوت. مثلا بتعرفي مثل اي انواع بحس التشاو تشاو؟ شاو شاو كثير بيعبوا برغوت، يعني هول من اكثر كلاب بحس هول اللي عندهم وبر سميك وكبير وطويل معرضين انهم يلقطوا اكثر من العالم، اكثر من الكلاب اللي وبره قصير. فهلا هو السيزون، يعني هلا لازم نعمل كل شيء، هلا لازم يكونوا عم بينتبهوا للموضوع. فهلا كل شخص سمعنا وحضرنا اليوم، روحوا جيبوا سبراي، روحوا جيبوا الامبول اللي على طول بيلاقوها عند الفات، بتلاقوها عند الحكيم، ما بتنلاقى بالسوبر ماركت هذه الحبه، وما بتنلاقى بالصيدليه. مزبوط، اكيد هول بتلاقيه بس عند الفات. يعني كل حدا يروح عند الفات تبعه يقول له انه انا بدي. حتى البسينات، حتى البسينات. شو في نوع حيوانات ثانيين معقول يكونوا معرضين للبرغوت؟ الرودنتس، في كثير، كل الحيوانات اللي عندهم وبر مفروض يكونوا معرضين. اوكي، فلكينا لازم ننتبه على هذا الموضوع ونكون اوير اكثر كرمال لما نوقع بمشكله كبيره علينا وعلى الباتس تبعنا. شو بدنا نمرق مساج صغير بعد، ما انه ما بقى عندنا كثير وقت، بس حابه انا كنت عم بسالك تريسي تحت الهواء اذا بنلحق نحكي عن الموضوع. وقت يكونوا عم يمشوا الكلب ويكون الكلب عم بشمشم الطريق، هلا خاصه شو لازم يعملوا؟ لازم نتركه يشمشم. هذا الكلب بده ينزل، بده يشم، بده يشم غير روايح الكلاب، بده يعمل مركز للتريتوار اللي هو موجود فيه. ما نضلنا عم نشد وماشيين انه يلا ينزل يعمل بيبي ويخلص حاجاته ويطلع على البيت. اوكي، لا، لازم ياخذ وقته يمشي يشمشم، وعلى القليله بدنا نمشيه نص ساعه الصبح نص ساعه عشيه. صحيح، قبل ما نطلعوا على البيت. وكنا عم نحكي عن هذا الموضوع انا وتريسي، لان صراحه هلا بلش الطقس صار حلو، صارت العالم بالويك اند تحسي بتحب تطلع كلاب على برا، فبتلاقي في كميه يعني نسبه كلاب كبير موجوده. وعم لاحظ هالشغله انه بيبقوا ماشيين عم بيشدوه للكلب، انه ما عم بيخلوه كثير ياخذ وقته بالتمشايه، ما عم بيخلوه يشمشم مزبوط، واللي هي غريزته للكلب، هو نازل كرمال هذا الموضوع، بتلاقيهم بيشدوه للكلب وما بيخلوه. فهذه شغله كمان لازم ننتبه لها، يكون عندكم وقت وخليه ياخذ راحته، خليه يتمشى الكلب ينبسط، يفضي الانرجي اللي عنده اياها نص ساعه ليطلع على البيت مرتاح، ويكون ما عم يعملنا اخبار ما اللي بدنا اياها يعني تنعمل بالبيت. يعني هذا الموضوع ما بيخلص، واكيد اكيد كمان هذا المساج بدي مرقه، عملوا معروف، نطفوا ورا كلابكم على الطريق، لانه عم تكبر نسله الكلاب وما عم بيكون في هيدي الشغله انه ينطفوا ورا الكلاب، فكمان بدنا اياكم تكونوا حريصين انه عم تنطفوا ولا كلابكم على الطريق. تريسي، المعلومات كثير مفيده لانه هلا ترمى، انبسطت بوجودك معي كثير، وبدي اقول لك ثانك يو. ثانك يو. مشاهدينا هول كانوا معلوماتنا اليوم بفقره باتس، نحن رح نروح فاصل صغير واكيد بنكمل.